سيدة ملكة صباح الخير، بداية أسبوع موفق إن شاء الله. شكرا، صباح الخير لكل الطاقم ولجميع المستمعات المستمعين. شكرا. نعم. وأسبوع إن شاء الله موفق، بداية أسبوع موفقة إن شاء الله. اليوم كما قلت الأخت جليلة عندنا الشعر الدهني، حيت الشعر بزاف ما يتقال فيه، لأن خص الناس يعرفوا بزاف المسائل باش يكون عندهم شعر مزيان، حيت كيرتكبوا بزاف الأغلاط كما قلنا سابقا، فلهذا تنصحوا تنطولوا في الموضوع وتناخذوا كل موضوع على حدة باش يتأكدوا السيدات باش كيفاش يديروا يتعاملوا مع الشعر، يتعاملوا مع الشكل ديال شعرهم حتى يعرفوا دابا اين الشكل. اليوم الشعر الدهني، الشعر الدهني هو الشعر اللي فيه خلل في الافرازات، السبب هو خلل في الافرازات الدهنيه، تتفرز بزاف اكثر من القانون، ولهذا تتلقي الشعر لويزون تيضوي ولكن ما تيبرقش بالبريق ديال الزغبه اللي ناشفه، ولكن تيبرق باليدام وتتلصق وتكون الزغبه لاصقه مع اختها، بمجرد ما يتغسل في ذاك النهار تغسلو غادي يولي تيدم في الليل او غلا غدا في الصباح بحال الا خصو يعاود يتغسل. نعم. والغسيل ديال كل نهار فاكسيد عاد تيزيد يهيج هذوك سميتو ذاك الافرازات اكثر، ولهذا بغيت نعطي نصيحه لان حتى هو صعيب هذا الشعر الدهني. نعم. باش نردوه ناشف هاد الحالة سميتو كما قلت تتكون في عمر خصوصا تتبدا في المراهقة باش تيكون هذيك التغيرات الهرمونية اللي تطلع، فإما كتقد من بعد المراهقة وإما تتبقى دائما، ولهذا تنصح الشباب اللي عندهم الشعر مقدم يكونوا يعرفوا يتعاملوا معاه، ما يديرولوش هذوك الشامبوانات اغريسيف دوك المجهدين ويبقاو يغسلوا فيه كل نهار ويحكوه بزاف بيديهم، هذا هو الشعر اللي ما خصوش قوه الحركه باليدين، وخصوصا كتكون في قاعده في بعض شي ناس تيبداو يدوزوا يديهم في شعرهم، هذيك التدواز ديال اليد في الشعر بالنسبه للشعر خصوصا الدهني ما خصهاش تكون، لان كتبقى دوزي تيدوزوا ذاك اليدام لهذا، ولو تكون لاغاسين يعني جذور من الدماء تولي حتى الشعر تيتيدم. نعم. علاش؟ باش نخليوه على الاقل 3 ايام عاد نغسلوه كل 3 ايام. اللي تنصح به ما خصهمش يديروا سيشوار سخون، اولا هذاك السيشوار حتى الا بغاو ينشفوا شعرهم يديروه بارد، ما يغسلوش شعرهم بالماء طايب الماء سخون، دائما بارد حتى لدافي. نعم. يعني اللي يقدروا يتحملوا ما يديروش اكثر منهم. نعم. ما يبقوش يحكو بزاف في الجلده ديال شعرهم بزاف، ما يغسلوش بشامبو مجهد كما قلت، غادي نعطي واحد الشامبو مولين رطب ومزيان بالنسبه وتداوي ومسائل اللي كيمكن لها تعاونهم على باش يرجع الشعر طبيعي وتيرجع طبيعي. تيخصهم ما يعملوش الماسكات اللي فيها الزيوت، اي ماسك تيسمعوه تيبغيو يديروا شعرهم ولا هذا ما يديروش فيه الزيت، يكون فيه يكون دهني بزاف باش ما نزيدوش الطين بلا. نعم. ما خصهمش كما قلت ينشفوه، ما خصهمش مازال حاجه اخرى وهي خصهم ما خصهمش يعملوا له هذوك جيل بالنسبه للشباب هذوك لي جيل دوك لي جيل اللي تيعملوا تيلصقوا بهم شعرهم والشعر عندهم يدم ماشي مزيانين، تيزيدوا تيسدوا المسام ديال الشعر وتيبقى تيتفرز تيزيدوا الافرازات لان الشعر با اوكسيجيني. نعم. ما عندوش اسيد اوكسيجين. يعني مجموعه ديال الاشياء اللي ممكن تضيف مجموعه الاشياء هي اللي كتخلي الشعر يزيد يبقى هكذاك يدم طول الحياه. ستريس يبعدوا على الاعصاب، ما يبقوش يتعصبوا بزاف لان هذا كذلك تيزيد وتزيد، وهذا كله تيتسبب تساقط الشعر. هاد الإدام اللي عندهم تيسبب تساقط الشعر، والمده ديال الشعر هي تنبت 25 مره، يعني كل شعره كي عندها 25 مره تنبت كطيح وتعاود تنوض وتطيح، ولهذا هما تيجربوا بهذا الشيء وفي الاخير يعني في العمر اللي كيخصهم يبان عندهم شعر مزيان وكل شيء تيكون شعرهم صافي خفاف وخوا وما بقاش تينوض. نعم. ولهذا تنصح من الصغر البنات يحافظوا على شعرهم من الصغر اللي عندهم شعر ميدم ويحافظوا عليه، تيخصهم يديروا في الشامبو ديالهم دائما شامبو
خصو يكون شامبوان عادي ماشي شامبوان الاطفال كذلك خصو شامبوان عادي ويديروه يديرو فيه الطين الاخضر دائما هذا الطين الاخضر هو اللي غينشف لهم الشعر وشويه الحامض عصير الحامض والطين الاخضر مدوب في الماء ويزيدوا يخوف الشامبوان ديالهم بحيث عندهم واحد تريتمون كل 3 ايام الا غسلوا شعرهم كل 3 ايام راه عندهم هذا عاد خصهم يديروا الطين الاخضر بحال ماسك نعم مره في الاسبوع ولا جوج مرات في الاسبوع هذا الطين هو اللي تينشف الشعر نعم يعني هادو مسائل بسيطه وعطينا حل سريع دابا شويه ديال الحامض معصر غير العصير ديالو مصفي والطين الاخضر نضيفوه لقرعه الشامبوان ديالنا تماما وملي نبغيو نغسلوه كنخلطوها مزيان وكنغسلو بها الحاجه اللي سميتو ما يغسلوش شعرهم بجوج مرات الشامبوان يعني ما يديروش الشامبوان الاول ويزيدوا الشامبوان الثاني دائما غسله وحده دائما هذيك الثانيه هي اللي تتاكسيتي هذوك الخلايا باش يزيدوا يعطيو يعاودوا يزيدوا يديروا المساج ويحكوا يعاودوا يزيدوا ينقيو مره واحده نديروا شامبوان مزيان ونشللوا الشعر نعم وفي الاخير دائما الحامض دائما دائما او الخل ما عندوش الحامض معلقه غير معلقه في طاسه ديال الماء معلقه ديال الخل او معلقه ديال الحامض في طاسه ديال الماء تخوى على الراس في الاخير تشليله وتمسح الشعر هذا الشعر ما يدم وغادي يردوا عليا الاخبار ان شاء الله باذن الله لالا مليكه شكرا جزيلا الله يبارك فيك لالا شكرا كنتمنى لك يوم سعيد ونتلقاو بك غدا ان شاء الله في نفس الموعد